السلام عليكم متتبعي ومتتبعات قناة الشيف هاشم سكينة. الفيديو ديال اليوم غادي نديرو اللحم مشرمل ومشوي. بالنسبة للبلاصة ديال اللحم اللي خديت، انا خديت جهة ديال الفخذ، يعني اللي كنقطعوها بروشيت. انا هنا قطعتها على شكل دوائر، قلت الله اكبر. وغادي نديرو معها هنايا قزبر ومعدنوس، البصلة، غادي نديرو الملحة، الزيت، تحميرة، سكنجبير، البزار. غادي نديرو ليها واحد التتبيله نخليوها مرقده فيها، ومن بعد غادي نشويوها على الفحم. ندوزو باش نشوفو الطريقه ديال التحضير. هنا بالنسبه للطريقه، غادي ناخذ هذيك البصله، انا ما غاديش نشلطها، غادي نطحنها حتى شويه، ما بغيتها مليله. انا هنايا درت جوج بصلات، يعني البصلات تكون كميه زايده حتى باش كتزيد تفتي لينا داك اللحم. غادي نطحنها، انا البصله ديالي هي طحنات، نطحنها حتى تطلق لينا داك الماء ديالها. غادي نزيد ليها الربيع، قزبر ومعدنوس. نزيدو ليهم الملح، هنايا الملح حسب الذوق، سكنجبير. هنا بالنسبة للعطرية غادي نديرو تقريبا معلقة معلقة. معلقة سكنجبير، معلقة بزار، معلقة تحميرة، واللي بغى الحار يدير السودانية. انا هنايا ما غاديش ندير السودانية حتى تيتشوى، عاد نرش في الاخر شوية، ما بغيتش نديرو مع المارينات باش ما تجيش حارة. صافي، غادي نزيد الزيت، غير شوية الزيت تقريبا نص كاس، وغادي نخلط المارينات ديالي. هاد سميتو شحال، هاد الخلطه هادي، هاد الشرموله هادي تصلح حتى في البروشيت، يعني البروشيت ديال اللحم اللي كنديرو حتى في العيد ولا بلا عيد، بغيتو ديرو بروشيت ديال اللحم تقدروا ديروا ليه هاد الماريناد هادي. ديجا الرجله راه هي اللي كنديرو بروشيت، غير انا وحده درتها بروشيت وحده درتها هكا دي ستيك. دابا غادي ندوز باش غادي نبدا الماريني دوك لي طونش دوك لي ستيك ديالي. غادي ناخد هاد البلاصه هما اللي غادي نخليهم فيها. غادي ناخذ الماريناد او الماريني اللحم، هادشي. هاد اللحم هذا راه كل ما تمارينا في الماريناد ديالو كل ما كيجي فتي. اصلا هاد الجهه ديال الرجله راه فتيه، ولكن ملي كديري هاد الماريناد وتخليها يعني موده، يعني الا بيتيها تجي احسن. غادي ناخد الطرف الاخر. صافي، غادي نكمل بحال هكا حتى غادي نسالي هاد لي ستيك ديالي كاملين. هذا كيتسمى لي روم ستيك، هاد الجهه ديال هكا الرجله مقطعه دي روندير كتسمى روم ستيك. صافي، غادي نماريني هاد لي روم ستيك ديالي كاملين. ملي غادي نبغي نشويهم غنشعل الفخر بطبيعه الحال، غادي نشويهم على الفحم، وغادي نرجع باش نوريكم الطريق الشكل ديالهم كيفاش كيجي. انا غادي نرافقهم هنايا بشليضه ديال بطاطا وخيزو مشربلي، غادي نرجع باش نوريكم الشكل النهائي ديالهم كيفاش كيجي. وها
ها هما لي ستيك ديالي من بعد ما تشواو. هنايا حطيت لهم الشويه الاولى ياكلوها بعدا بحده سخونه بعد ما تشوات الشويه الثانيه. كيف قلت لكم رافقتها بخضيره هكا مسلوقه ومشرمله، درت معها صوص مايونيز. اهم حاجه ان اللحم كيجي بنين وكيجي فتي، قطعتهم لهم طريفات صغارين، تقدروا تقطعوهم تقدروا تخليهم هكا كصايدين هما يتكلفوا. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كانت معكم الشيف هشام سكينه، نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله. ما تنساونيش من اللايك ديالكم.